انا جيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي، فوز ساحق ماحق على فريق إنبي الفريق البترولي بثلاثية نظيفة. مروان محسن جليادور الكرة المصرية أحرز هدفين ولا أروع، وجونيور أجاييه أبو خالد الغالي أحرز الهدف الثالث، بخلاف طبعا عديد الاهداف اللي ضاعت على مدار الشوطين. طبعا زي ما احنا شايفين النهارده الاهلي عمل مباراه عاليه جدا تكتيكيا، لياقه بدنيه، فتنس عالي، قمه الاداء النهارده. تحس ان الاهلي وصلوا في نهايه الدوري مع قدوم الساحر بيتسو موسيماني. النهارده بيتسو موسيماني عمل توليفه جديده ويحاول يطلع بأفضل أداء، والحمد لله أمتع الأهلي النهارده وأبدع. الشوط الأول طول وعرض، يمين وشمال، شرق وغرب، الأهلي عمل كل حاجة في الكورة وأحرز هدفين في أول ربع ساعة. شفنا الكورة الأولى طبعا أيمن أشرف لونج باص لمروان محسن، خدها على صدره ودخل بيها ولب من فوق محمود جاد وهاتها من الشبكة يا محمود يا جاد. الجون الثاني هجمة منظمة من نص الملعب ووصلت على الشمال لأحمد فتحي لحسين الشحات، وعملها ثرو باص طبعا لفتحي، فتحي ما قننش ورجع لمروان، مروان عمل فتنس على اللاعب رامي صبري وحطها على اليمين، احرز هدف جميل جدا لمروان محسن. طبعا النهارده الفريق فايق، اللعيبه فايقه جدا، عملوا مباراه عالميه، تيكي تاكا جنوب افريقيه مصريه. النهارده طبعا زي ما احنا شايفين الاهلي بدأ بعلي لطفي على اليمين، عربي بدر وايمن اشرف، وعلى الشمال كان احمد فتحي وجنبه محمد هاني، في النص كان في حمدي فتحي واليو ديانج، وليد سليمان على اليمين، حسين الشحات، وعلى الشمال جونيور اجايي، وقدامهم النجم مروان محسن. طبعا شفنا النهارده اصابه عربي بدر، ربنا يشفيه ان شاء الله وتكون اصابه خفيفه، خامه مبشره جدا، لعب في اليمين وبعد كده رجع في خط الدفاع، برضو ادى اداء عالي جدا. هم دول ابناء النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، الاهلي الحمد لله ما يتخافش عليه، اي 11 لعيب ينزلوا بيأدوا وبيكونوا رجاله. الحمد لله النهارده الواحد اطمن ان شاء الله اللي جاي يكون خير. زي ما قلت لكم طبعا حصلت اصابه عربي بدر ونزل مكانه كهربا. الشوط الاول برضو موسيماني حس ان ايمن اشرف هيبدا، ان هو طبعا راجع من اصابه وهيكون فيه شويه ارهاق، غيره ونزل مكانه عمرو السوليه نجم النادي الاهلي. طبعا زي ما احنا شفنا نزول صالح جمعه النهارده وقفشه، والهدف الثالث كان سيناريو جميل جدا، ولكن قفشه حطها في ايد محمود جاد ويكملها جونيور في نهايه المطاف في المرمى. طبعا شفنا الكره الاخيره بتاعه صالح جمعه، اسيست ولا اروع لكهربا، ولكن كهربا ابى ان يحرز الهدف الرابع. في المجمل النهارده الاهلي عمل مباراه جميله جدا، اداء مطمئن، شغل مدرب باين في الملعب، ضغط في كل حته في الملعب، لياقه بدنيه. الشوط الاول كانت عاليه لدرجه التوب، الشوط الثاني بدايه من الدقيقه 60 بدات العمليه تريح شويه، ودي طبيعه اللاعب المصري، ولكن في نفس الوقت في عمليه الطاحونه كانت شغاله في كل حته في الملعب، اللعيبه بتلاقي بعض بتلعب على الارض. فعلا النهارده كان اداء روعه روعه روعه، الحمد لله على المكسب والحمد لله على الاداء، وربنا يا رب يبعد عننا شر الاصابات. ان شاء الله تكون اصابه بسيطه لعربي بدر، مستقبله ان شاء الله يكون باهر مع فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله عندنا ماتش يوم الاحد مع فريق الاسيوطي، مباراه مهمه جدا نفسيا ومعنويا، هتفرق معانا كتير ان شاء الله لو كسبناها باذن الله. طبعا احمد فتحي النهارده نجم فوق العاده، علي لطفي في جميع الكور اللي وصلت له كان ثابت، والعرضيات كان متالق جدا. طبعا ما هياش الاختبارات القويه، ولكن في المجمل علي لطفي النهارده كان صمام امان لفريق النادي الاهلي. طبعا في كوره جت لمروان محسن ولعب بامبي، شاط رجله والراجل راح للفار، والفار قال له ضربه جزاء، بس هو
مش عاجبه يمكن ما بيحبش الا الفانيلا البيضة ام خطين حمر عشان يحسب لهم ضربات جزاء بالملاكي. مبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك لاداره النادي الاهلي، اختيار موفق. واحنا قلنا الكلام ده، موسيماني هو رجل المرحله دي ان شاء الله، وان شاء الله يبني المستقبل اللي احنا نتمناه واحده واحده للنهائي ان شاء الله، نوصل لمباراه الوداد في المغرب، نطلع بنتيجه ان شاء الله تكون مرضيه، وفي مصر نحسمها ونلعب النهائي. تمنيات ان شاء الله للعيبه والجهاز الفني بالتوفيق في المباريات القادمه. ماتش بيراميدز ان شاء الله هيكون يوم الاحد الساعه 8 بتوقيت مصر، 10 بتوقيت الامارات، 7 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. ان شاء الله باذن الله نحقق الفوز، فوز معنوي هيكون مهم جدا قبل مباراه الوداد، قبليها ب6 ايام بالظبط، ماتش يوم 11 وماتش الوداد هيكون يوم 17. ان شاء الله باذن الله نحقق الفوز ونوصل للنقطه 88، ويبقى دي الهديه اللي قدمها موسيماني اللي هو العلامه الكامله ان شاء الله. فاز في مباراه المقاولين والنهارده كملها على ام بي بي ثلاثيه نظيفه. ان شاء الله يوم بيراميدز يكون ليها نتيجه برضو مرضيه للفريق ولجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نكسب ونوصل للنقطه 88 ونروح المغرب واحنا كلنا ثقه، ويعود لينا علي معلول طبعا ومحمد الشناوي الحارس الامين. مبروك، مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. الجماهير فرحانه، الجماهير جالها ثقه كبيره جدا النهارده بعد الاداء اللي شافوه، ان شاء الله يستمر، ودي البدايه ودي لسه الخطوه الاولى والسلمه الاولى اللي اللعيبه تطلعها، ان هم يبداوا يشربوا الفكر التدريبي بتاع بيتسو موسيماني. ربنا رب يكرمه. الحمد لله كانت لينا وجهه نظر ان الراجل ده ان شاء الله ياخد مننا كل الدعم. الراجل عمل مباراه عاليه جدا، مباراه تليق باسم النادي الاهلي، برغم الاصابات وبرغم الغيابات وبرغم كل شيء قدر يحول الدفه لصالح جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لصالحنا الحمد لله. ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون خير. مبروك، مليون مبروك على جماهير النادي الاهلي الوفيه، الجماهير اللي على الحلوه وعلى المره مع ناديها. اعظم نادي في الكون النادي الاهلي، لك ان تفتخر انك اهلاوي يا اهلاوي. مليون مبروك، وربنا رب يفرحنا دايما وربنا يبسطنا طول ما احنا مع النادي الاهلي. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل وافضل وافضل. طبعا في المناسبه دي احب ابارك لجماهير النادي الافريقي التونسي بمرور 100 سنه على انشاء جمعيه الافريقي التونسي. نادي الافريقي من الانديه، نادي الشعب، نادي الشعب. لو شفنا الاحتفالات اللي كانت في تونس في اليومين اللي فاتوا، تونس كانها لهيب في عز الليل، اللون الاحمر ولون الفوشيك الشماريخ كانت منوره سماء تونس. مليون مبروك لجماهير النادي الافريقي، وانا واحد من عاشقي النادي الافريقي التونسي اللي حضرت على المقاويه، يعني حضرت مقاويتين، مقاويه النادي الاهلي طبعا النادي الاول ليا على المستوى الشخصي، والافريقي التونسي بحكم ان انا ولد الجمعيه زي ما التوانسه بيقولوا. مليون مبروك لجماهير النادي الافريقي، ومليون مبروك لاحباء الافريقي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه تكون سنه خير على فريق الافريقي التونسي، ويرجع لسابق عهده ويرجع لتحقيق البطولات من جديد والمشاركه في دوري ابطال افريقيا باذن الله. مليون مبروك لجماهير نادي الافريقي على المقاويه، وباذن الله اللي جاي يكون خير للجماهير الغاليه. في الختام احلى سلام واحلى تحيه للجميع، شكرا ليكم وربنا يبارك في عمركم جميعا. سلام. توصلوا بالسلامة يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. انت ما تنساش وحيد بقى حبيبك واخوك. مع السلامة، مع السلامة يا كريستين. خلي بالك، باي 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 باي. اي حد يكلمك في المطار قول له ارمط، ارمط دي عاملة زي الفيزا بالظبط. يلا مع السلامة، مع ألف سلامة. خلي بالك من نفسك.
هتوحشني يا جون، هتوحشني يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة. مين دول؟